السلام عليكم متشبعي الكرام، جيسبر تكونوا بخير اون فورم والصحة ديالكم جيدة اليوم. المهم بعد ما تفرجنا البارح كاملين في الماتش ديال السوبر الاوروبي ما بين تشيلسي وفياريال، اللاعب ديال المغربي اللي تألق قدم مباراة رائعة وبالخصوص الشوط الأول، لكن قبل ما يكمل الشوط كما شفتوا وقع عليه واحد الخلع على مستوى الكتف ديالو، بحيث أن الصحيفة والجريدة المغربية ديال المنتخب دارت واحد التقرير وعطات فيه المدة المحتملة لهدمية الإصابات. المهم نقول لكم شحال المدة اللي قدر يغيب فيها حسب جريدة المنتخب المغربية اللي كتقول هاد الهضرة. أكدت بعد التقرير الإنجليزية أن إصابة حكيم زياش والتي عاشها البارحة أمام فياريال في كأس السوبر، بحيث أنه أظهر أنه لاعب كبير وسجل هدف، لكن بعد إصابته تقدر بعد التقرير الإنجليزية أنه سيغيب عن الملاعب لفترة ما بين أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى، يعني على أكبر تقدير حسب تقارير إعلامية إنجليزية. حيث الخوش هذه التقارير الإنجليزية اللي نقلتها جريدة المنتخب المغربية قالت بلي سابقات التقارير الطبية اللي هي نورمالمو اللي عند الدليل والحجة بحيث يكسر داك الشيء بالضبط، لكن هادشي مجرد احتمال أو لا تقدير، يعني بحال الإصابة ديال الكتف كتراوحوا بين هذا الوقت هذا، لكن هادشي راه ماشي مضمون. من اللي غيخرج التقرير الطبي ديال فريق تشيلسي ديك الساعه غادي نعرفوا الحقيقه وشحال الوقت بالضبط وغنقول لكم طبيعه الحال. هذا ما كان اخوت، كنتمنى الشفاء العاجل للاعب المغربي اللي بدا كيتالق وبدا كيرجع النجوميه ديالو، لكن للاسف كما كنقولوا الحظ ما كاينش وكنتمنى ليه الشفاء العاجل. هذا ما كان معكم الاخ ديالكم روان وتهلاو لي فراس.